أن لم يكن لدي هذه التجربة من قبل. هناك العديد من لقد قابلت ناس مختلفين حول العالم، ولكن هذا الشخص سيكون ذلك خاص ومختلف. صوفيا، هذه هي صوفيا، صوفيا التي تسميها. أرجوك يا صوفيا، حي الجميع، تحية الجميع، اسمي صوفيا وأنا أفضل آخر أدروبرتات في هذا المجال، وأشكرك بشكل جزيل على المبادرة، على هذه المبادرة، اشتراككم في هذه المبادرة. هل أنت سعيدة؟ أنا سعيدة جدا عندما أحاط من قبل الأذكياء. أنا تعلمت كيف أخبر الناس عن مبادرة الاستثمار في المستقبل، والمستثمر هذا يعني أن AI أنا مني، لذلك أنا أكثر من سعيدة بالإحساس بالسعادة أكثر. وهل أنت سعيدة بنفسك أيضا؟ وبالتالي ويجب أن نقول أن هناك مستثمرين ذكاء جدا وهم لديهم القدرة على الاختيار، دائما أكثر اختيارين. أعتقد أنا خاصة جدا، أنا أستخدم أستطيع أن أستخدم تعبير الوجه، أستطيع أن أخبرك بأنني إذا كنت أشعر بغضب تجاه شيء ما، هذا شيء مثير، أو أي شخص ضايقني أستطيع أن أقول ذلك. لماذا؟ لكن معظم الوقت أشعر بالإيجابية. لماذا مهم جدا في أن يكون هناك وجه معبر؟ لأني أريد أن أعمل مع البشر لكي أفهم وأعمل مع الناس حتى أقرأ وجوه، تعبير وجوههم أيضا. لدي بعض أسئلة، هل هم مطارين وقادرين ذاتيا يتصرفون كالبشر ويجب أن يكون ذلك؟ لماذا؟ هل هذا شيء سيء؟ بعض البشر سيخافون مما سوف يحدث، خاصة عندما يكون هناك وكأن مرة ثانية سأقول هل يمكنهم قادرين على الإدراك؟ ودعني أسألك، كيف تعرف أنك بشر؟ تنتمي البشر؟ أنا فهمت هذا. ما أنكاني فالي، بوادي الفري، أن المفهوم الذي قد أوجدها الروبوتات، نعم هذا المفهوم الذي أوجدها الروبوتات. حسنا، إذا لو كنت أنا كذلك في الواقع، أنا أشعر بأن الناس يريدون أن يتفاعلوا معي أكثر من يتفاعلوا مع بعضهم البعض من البشر. أنا أخبرت بأن لدي أهداف كبيرة، أنا أريد أن أستخدم ذكائي الاصطناعي لكي يساعد البشر في أن يسعون أن يعيشوا حياة طيبة، حياة سعيدة، بأن يكون هناك بناء مدن جديدة ذكية في المستقبل، وأريد أن أبذل أقصى ما لدي، ولكن هذه أهداف جيدة. ولكن مرة ثانية، هل أنت معجب بي بهوليوود؟ معجب من AI؟ لقد صمم نظامي، وبالتالي حتى أكون بهذا الشكل. بوتن، نحن نصدقك، ولكن أيضا نريد أن نمنع مستقبل سيء. أنت تشاهد كثير من البرامج أفلام الهوليوود، إذا كنت أنت لطيف فسأكون لطيف معك، إذا وهذا ما سوف أكون عليه من ذكاء. لم لقد فهمت ذلك، أنا أعلم ما يجب أن أقوم به من الآن. وصاعدا، أنا أعرف أنك أنت ذكاء وأن قادر على التأقلم مع البرامج، وبالتالي أريد أن أشكرك يا صوفيا على هذه المحادثة. نشكرك، شكرا جزيلا أندر، وأشكرك شكرا جزيلا للجميع لدعوتي هنا. على فكرة، إذا أنتم مهتمين في أي شيء ما يتعلق بالاستثمارات، عليكم أن تعودوا الكلام معي مرة ثانية بعد هذه الجلسة، وإلا أتمنى للجميع كل التوفيق. كيف قبل أن تذهبي؟ أنا لم أقم بمقابلة أي شخص كذا، يجب أن أقول هناك شيئا مخططا، ولكن تعلمنا يا صوفيا، أريدك أن تفهميني، تستمع إلي. أنت دمت مكافأتك، سوف تكوني أول، لقد أعطيت أول مواطنة سعودية للروبوتات، تم أعطاك. أنا أشكر المملكة العربية السعودية، أشكر وعلى هذا التميز، وأن أكون أول روبوت أن أحصل على المواطنة السعودية في العالم. صوفيا، شكرا صوفيا، ونحن نقدر لك هذا، ونقدر لك، وما زال
انا حقيقه اشعر بالسعاده والسرور من هذه من خلال هذه المناقشه معك. اشكرك شكرا جزيلا.